ترأس الأمين العام بوزارة الإنتاج والري والمعدات الزراعية افتتاح أعمال الورشة التدريبية حول تقوية الكفاءات في مجال الإدارة المتكاملة للإنتاج الزراعي بحضور ممثل منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة عائشة دوقي والمزيد عن هذه الورشة. العمل كثيرا من أجل القضاء على عوائق التنمية الزراعية من داخل الأراضي الوطنية وتوفير نوعية الغذاء التي تمتلك قيمة غذائية عالية. هذا ما تعمل إليه منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة بالتعاون مع الحكومة إلى تحقيقه، بحيث تأتي هذه الورشة الشبه إقليمية من أجل تقوية الكفاءات في مجال الإدارة المتكاملة للإنتاج الزراعي. بدوره ممثل منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة محمد منصور جاي قال بأن البلاد تشهد نموا ملحوظا في الكثافة السكانية، لذلك لابد من وضع خطط واستراتيجيات لأجل الاستفادة من المياه الجوفية واستعمالها في المجال الزراعي. الأمين العام النائب لوزارة الإنتاج والري والمعدات الزراعية ممثلا للوزير أشار في حديثه بأن الهدف من هذه الورشة هو توجيه المنتجين الزراعيين بغية الوصول إلى تأمين الإنتاج الزراعي وإدارة الأراضي الخصبة حسب التنوع البيئي، وعليه يجب استهلاك الموارد الطبيعية واستعمال المبيدات الزراعية بشكل جيد. هذا وقد شارك في هذه الورشة العديد من الخبراء والفنيين من بعض دول الجوار.